السلام عليكم. في سؤال بيقول ليه الريفت ما حدش بيستخدمه في مصر؟ هو ما فيش حاجه سياسيه، ما فيش اي مشاكل، وما اعرفش اي قضايا راح خالص. في شقين. اولا، في شركات كتير شغاله بيه، تمام، يعني بدون ذكر اسامي، الديار ودار الهندسه والدار السعوديه واي سي جي وزور فايز وشركات كتير جدا، عشان ما ننساش اسم شركه ويزعلوا. بس في شركات كتير جدا محترمه شغاله، وراسكو مثلا في مشروع المتحف، وفي مشاريع المول مصر برضو اتعمل بالبيم وشغل كويس، في الديار القطريه اللي هو على الكورنيش، في مباني كتير جدا اتعملت بيم، وفي ناس كتير جدا شغاله بيم بتعمل مشاريع للامارات وقطر والسعوديه، موجودين في مصر عشان فرق الاسعار وهذا كده. لا، ففي شركات كتير جدا. بس ليه ممكن في شركات بترفض؟ انا جربت الموضوع دوت، واقدر اقول لك يعني قعدت في كذا شركه بحاول اطبق البيم، وفي الاول ما حدش يسمع البيم، فكان يعني الانسان عدو ما يجهل، وهو يقول لك انا شغال بقالي فتره وزي الفل وبكسب كتير من الاوتوكاد. ايه اللي هيجبره ان هو يتجه للريفت؟ ان هو يحس بالفايده، يحس ان كل المكاتب بتطبق ريفت وهو لا، تمام. فده ايه المنافسه اللي هي الدفع الجانبي. في بقى الدفع من اعلى اللي هو اجبار من الحكومه، زي ما حصل في دبي مثلا، قال لك لازم نستلم بيم لمباني معينه اكتر من 20 دور، وشركه ما تكونش اماراتيه وحاجات زي كده، تمام. فالناس بتخاف انها تطبق حاجه جديده ما سمعتش عنها قبل كده، بتخاف يكون في مشكله، ويعني محتاجه بس ان الناس تكون متقنه، لان هو بيخاف ان الناس اللي معايا، طب همشيهم ولا هبدا اديهم كورسات ولا الترتيب ده فيه مشكله، تمام. فانت توكل على الله وابدا اتعلمه وابدا اشتغل بيه، وربنا ييسر ان شاء الله كل الحاجات تبقى زي الفل.